عينيه الليمون 130 ألف. هي بسطة عصير جرت العادة كل سنة أن يملأها جلاب صوص وتمر هندي وحتى توت، ولكن نظرا لارتفاع سعرها ودولارته ولأنه يعرف تماما أنه زبينه مثله عايشي على الأد، قرر هذا الشاب استبدالها ببسطة ليمون والعصير على الطلب حتى ما يخسر. ما فيكيش الشغل اليوم لا بالجلاب ولا بالتمر ولا شيء، لأنه عندك الكوست اللي نازل كتير غالية، ما حدا قدرت اليوم أنه يشتري عنين جلاب 200-250 ألف، فانه بخلوا الليمون افضل وفيك تجيبيه على الطلب واحسن وفريش. بنفس الوقت ما في حدا يقول لك انه رجع بضاعه ما رجع، لانه اليوم ما في حدا عم يرجع بضاعه حدا، ما في حدا اليوم يشتري انين جلاب او انين التمر، لانه اول شيء غالي 200-250 ألف، ثاني شيء اليوم الليمون على الطلب بيجي، فيك انك تاخذه انت على الطلب، فيك تطلبي انين اثنين او مش قدرتك تاخذي غير انين صغيره بضل ارحم، لانه ما عم قبل كنت تجيبي الانينه يبدلوها اوكي اذا باتت عندك، اليوم ما فيهم يعملوا لك مرتجع، يعني بقول لك انت تتحملي مسؤوليه خسارتها، وهذا اللي عم بصير مع العالم. طيب الليمون شو بتكلفك القصه؟ الليمون ما بتكلفك شيء، يعني فيك تبيعيها 130. في ناس قديش صندوق عم بتجيبها واقفه مثلا؟ بوقف عليك الكيلو 22-25. في عندك ناس بتبيع ب 200، احنا هون بنبيع كانه 130 ألف. يعني صارت العصاره موجوده، طاول بلاستيك كله موجود، هذا اللي قادره انت اليوم تشتغلي فيه بشكل عام. ايه؟ لانه ما حدا قدر تستاجري محل تشتري مشروبات رمضان، لانه حيكلفوك اكثر من طاقتها، فانت اليوم بتجيبي الليمون عصارتك عندك مش حتكلفك شيء، ومنه توقفي مع العالم، يعني بدل ما بيعها ب 200 عم بيعها انا 130. قد ايه عم بكون مربحك هون؟ مربحي بالانينه 30 ألف، مش ضروري اني اربح ال 50 ألف. وكم انينه عم بتبيع بالنهار؟ 10-15. تراجعت كثير البسطات بالطرقات، لانه في ناس ما معها تشتريها، يعني اليوم اللي ما حدا قادر يشتري انه يعمل بسطه ليمون او انه بسطه جلاب وتمر. إذن هي باب رزق للكثيرين من الشباب الذين وجدوا في هذه البسطات مصدرا لتأمين لقمة العيش خلال هذا الشهر الفضيل. رشا الزنهاشم، أنبيان.